لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والدولية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في صحيفة المدى، معلومات عن مشاريع استثمارية في جرف الصخر تمنع عودة سكانها. في البصائر، العراق يحتاج إلى أكثر من تريليون دولار لإعادة الإعمار. في موقع الهيئة، أكثر من 130 حالة انتحار خلال الربع الأول من العام الحالي في العراق. في صحيفة الزمان، تمديد الترشيح لمنصب محافظ الموصل وخلية الأزمة تعد بالكهرباء صيفاً. في العربي الجديد، قائد الجيش الجزائري يهاجم المعارضة ويتمسك بموعد الانتخابات الرئاسية. في الشرق الأوسط، دعوة إفريقية لانتقال سلمي للحكم بالسودان خلال 3 أشهر. وفي الحياة، طهران تتعهد كسر العقوبات وواشنطن تطالبها بإبقاء هرمز وباب المندب مفتوحين. السلام عليكم. تحت عنوان الدرر البهية من الرحلة الأردنية والمجالس العراقية، كتب الأستاذ الدكتور قندوز ماحي مقالا في صحيفة البصائر الجزائرية، تناول فيه مشاركته في المؤتمر العلمي الثالث الذي نظمته هيئة علماء المسلمين في العاصمة الأردنية عمان، حيث يشير الكاتب إلى أنه ركز على حركة التحقيق وإخراج التراث عند علماء العراق في العصر الحديث، وجهود العراقيين في تأليف الفهارس والموسوعات والكشفات المعتنية بالمخطوطات العراقية، وما ألفه علماء العراق في باب الكتب المعتنية بقواعد تحقيق وإخراج النصوص المخطوطة. المؤتمر الذي دعينا لحضوره يهتم بالحركتين العلمية والفكرية في العراق الحديث، وتنطلق فكرة المؤتمر من واقع الحالتين العلمية والفكرية في العصر الحديث. القرون الخمسة الأخيرة التي لم يعنى بهما العناية الكافية، على الرغم من الجهود المبذولة من كثير من الباحثين في هذا الشأن، لأن ما كتب عنها لم يؤطر بتصور شمودي لها يدرس تاريخها وظروفها وأسباب قوتها أو ضعفها، لطول المدة التي يستغرقها هذا العصر أولاً، وصعوبة التنقيب عن مكنوناتها ثانياً، وضياع كثير من تراثها ثالثا. ولا يسعنا ونحن نختم بحثنا حول جهود علماء العراق والباحثين من أرض الرافدين إلا أن نسجل مدى الإعجاب والانبهار بالرصيد الثقافي والعلمي الذي خلفته حضارة بلاد الرافدين، وإن كنا ركزنا في بحثنا على جانب ضيق من إسهاماتهم في خدمة التراث من خلال إنجاز الفهارس والكشافات وتأسيس المجلات ونشر المقالات المعتنية بالتراث والمخطوط، فإن أفقاً واسعاً وشاسعاً فتح أمامنا، وذلك من خلال ضرورة التركيز على تاريخ العراق في جميع جوانبه العلمية والثقافية والسياسية من أجل الاستفادة من هذا الموروث الضخم حفاظاً لذاكرة العراق وأهله من الضياع، رغم المحن والإحن والمنغصات التي يمر بها تاريخ العراق المعاصر. ويختتم الكاتب بالقول إن الشعوب الضاربة في التاريخ لا تموت بين ليلة وضحاها، حتى إذا وهنت وضعفت جعلت من هذا المدد الحضاري والشهود العلمي سبباً للرقي والازدهار، ودونكم الأيام الحالكات والسنون العجاف المقفرات التي ضربت أمتنا وحضارتنا ما كانت تزيد المسلمين إلا تمسكاً بدينهم ورجوعاً لأوطانهم بالبناء والازدهار. لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، فالمشهد بعمومه لا يزال غارقا في سياسة الوهم التي تروجها الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تصدر المغالطات وتروج التناقضات وتناور في سبيل تطويع ما هو معلن من قراراتها الفضفاضة بشأن إيران باتجاهات مصلحية تخدم الطرفين. جهاد بشير يرى في صحيفة البصائر أن واشنطن تحاول من خلال هذه السياسة إيهام الرأي العام على مستوياته المحلية والأقليمية والدولية بوجود عداء مزعوم بينه وبين طهران.
بالأمس القريب أشغلت الإدارة الأمريكية العالم بالعقوبات المفروضة على طهران وسط زوبعة من التهديدات والتصريحات عالية الصوت التي يراد منها أن تكون طابعا عاما. وأعلنت الخارجية الأمريكية أن ثمة دول مستثنى من تطبيق هذه العقوبات، ولا سيما فيما يتعلق باستيراد النفط. مؤخرا زعمت الولايات المتحدة مرة أخرى أنها صنفت الحرس الثوري الإيراني بأنه منظمة إرهابية، وبصرف النظر عن مقاصد واشنطن بمصطلح الإرهاب، إلا أنها تداركت هذه الخطوة التي توصف بأنها سياسية مرحلية وليس استراتيجية بخطوة أخرى أعلنت عنها وزارة خارجية أمريكية تتمثل باستثناء حكومات وشخصيات ومسؤولين وشركات ومنظمات تتعامل مع الحرس الثوري من هذا القرار، وهو مما يعني أن المسؤولين في حكومة بغداد ونظام بشار الأسد وغيرهم سيمثلون نوافذ قانونية لاستمرار نشاط إيران العسكري في العراق وسوريا، أسوة بما هو حاصل على الصعيد الاقتصادي من نافذة الاستثناء من العقوبات، لتكون العملية برمتها منحة أمريكية لإيران تتيح لها العمل علنا على الصعيدين الأمني والاقتصادي فضلا عن السياسي بصفة رسمية دون مؤاخذة، ولا يكون لأنظمة المنطقة التي تسيرها واشنطن على هواها سوى الانقياد لسيناريوهات مفروضة عليها. الكاتب يضيف: بينما ينظر للعقوبات والتصنيف الإرهابي على أنها واجهة أمريكية لخداع المجتمع الدولي لسلوك مسارات تمهد لإعلان صفقة القرن، تعد الاستثناءات تفويضا أمريكيا لطهران وقوة إضافية لمواصلة مراحل مشروع الشراكة بينهما في الشرق الأوسط، لا سيما مع وجود قنوات دبلوماسية جديدة فتحت مؤخرا لحكومة بغداد التي ستكون ساعية بريد إيراني بامتياز للولوج أكثر في عمق المنطقة. بين اتهام وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري سلطات بغداد في عام 2013 بتسهيل مرور شحنات الأسلحة الإيرانية إلى سوريا، وبين سلسلة اتهامات وجهها وزير الخارجية الحالي مايك بومبيو إلى بغداد تتعلق بنفوذ الحرس الثوري والموقف العراقي من العقوبات، مر السنوات من الاضطرابات والتحديات أضاع خلالها العراق ليس قدرته على الإمساك بالعصا من منتصفها في سياسته الخارجية كما طالبه الجميع، بل إن نقطة المنتصف ذاتها لم تعد واضحة اليوم كما كانت في ذلك الوقت. هذا ما أشار إليه مشرق عباس بمقال بصحيفة الحياة. سيكون العراق خصوصا في الشهور المقبلة المتضررة الأكبر من العقوبات، مع الأخذ في الحسبان أن القيادات السياسية العراقية لم تتخذ أي إجراءات لتفادي أزمة الطاقة المتوقعة، واكتفت بمحاولة تعقيد الموقف لإجبار واشنطن على استثنائها من تطبيق العقوبات. أمر محزن حقا أن يدفع الشعب العراقي ضرائب المغامرات الإيرانية في المنطقة وسوء فهم الخصوصية العراقية وقوانين التاريخ وثوابته لدى قادة التصعيد في طهران وواشنطن على حد سواء، لكن المحزن أكثر هو أن يدفع شعبنا ضريبة ضعف وانعدام رؤية وقلة وطنية طيف واسع من طبقته السياسية التي انشغلت خلال الشهور الماضية بمعارك المناصب والمكاسب وتوزيع عقود الدولة بدل الانتباه إلى ضرورة وضع استراتيجية ناجعة تحمي البلد من آثار التصعيد الأمريكي الإيراني. لا تشترى الحكمة من الأسواق، ولم يكن قادة المعادلات الرياضية في مفوضية الانتخابات التي فصلت على مقاسهم معنيين حتى بشراء الحكمة عندما تقترب المخاطر، ولهذا لم يعد مبررا لوم إيران لمحاولتها توريط العراق بمصير العقوبات عليها خلال الشهور الماضية، ولا لوم الولايات المتحدة على تخليها عن التزاماتها التاريخية جراء الوضع الملتبس الذي يقف فيه العراق اليوم. وبحسب الكاتب فإنه لم يعد بإمكان أحد في العراق اليوم تمييز نقطة المنتصف في عصا العلاقات الخارجية، بل بات مشكوكا في أن يكون بإمكان طرف الإمساك بتلك العصا من منتصفها
إذا عثر عليها وصار لزاماً أن نتجه إلى مصارحة داخلية عراقية حول جملة ملفات تخص منع الدفع بالعراق إلى أزمات مكلفة جديدة. ضمت الدورات البرلمانية المتعاقبة في العراق مراراً مستويات هابطة من النواب، وانتقل الهبوط إلى وزراء ووكلائهم كانوا عبئاً على هيكلية الدولة العراقية، وربما ما زال بعضهم. فاتح عبد السلام يقول في صحيفة الزمان إن هذا الحال شجع أي شخص على استسهال الترشيح لنيل أي منصب في العراق من دون أن يفكر بمؤهلاته العلمية والثقافية، بل إن بعضهم لم يعر الاهتمام لمؤهلاته العقلية المشهود باختلالها. المسألة لا تخص الشهادات فحسب، فكم محاملة للدكتوراه لا يصلحون أكثر من إعطاء محاضرات جامعية، وربما لا يصلحون حتى للبحث العلمي، لكن كبند من بنود قياس الإمكانات تدخل الشهادة العلمية أيضاً، ما الذي يجعل الجميع يتسابقون إلى نيل المناصب من دون أن يفكروا إن كان يستطيع أن يشغله بما تليه عليه المصلحة الوطنية أو عدم ذلك. الامتيازات تقف في مقدمة الدوافع مع المصالح الحزبية الممتدة بواسطة نفوذ داخلي وآخر خارجي، فضلاً عن شعور المرشح أنه سيكون في مأمن من المحاسبة، لا سيما إذا أرضى مراكز النفوذ الأعلى منه. يتحدثون عن الفساد، وجميع الوزارات غارقة في الفساد بأشكال مختلفة علنية ومبطنة، ولا تزال حصيلة محاربة الفاسدين ضئيلة للغاية ولا تمت بصلة للرؤوس الكبيرة، وتدور في أطر موظفين وليس لمعاقبة أحزاب رعت الفاسدين ودعمتهم ولا تزال. لذلك لا حل لمعضلة الفساد في العراق مطلقاً في الأفق السياسي المتاح. أما الكلام المستقبلي بعد جيل أو جيلين فإنه ذلك له كلام آخر ليس مكانه هنا. ويختتم الكاتب مقاله بالتأكيد على أن النظرة الشعبية لأي مرشح لمنصب معين باتت تقف دائماً عند سؤال لا تستعصي إجابته على الناس، وهي أن المرشح سيكون للمنصب الوظيفي أم لفساد جديد من الصعب ضبطه وكشفه. وصل الصراع حول السلطة في السودان إلى منعطف خطير ومفترق طرق بين توجه ديمقراطي سليم ينتقل بالبلاد إلى رحاب سلام واستقرار، وانحدار إلى هوة حرب أهلية لا تبقي ولا تذر. عبد الوهاب الأفندي يرى في العربي الجديد أن في صحيفة العربي الجديد أن هناك توافقا على ضرورة تفكيك النظام الاستبدادي القائم والانتقال بخطى ثابتة نحو المستقبل المشرق الذي يطمح إليه الجميع، وهناك أيضا توافق على أن أركان النظام القديم وحزبه الحاكم لا يمكن أن يكونوا جزءا من هذا الانتقال. لقد أخذ القوم فرصتهم ولم ينجحوا لا في كسب غالبية الرأي العام ولا في الوصول إلى حلول لمشكلات البلاد المستعصية، بل بالعكس أضاعوا كل فرصة أتيحت للبلاد، بما في ذلك فرصة اتفاقية السلام الشاملة الواعدة في عام 2005 والثروات النفطية التي تدفقت على البلاد نهاية القرن الماضي وعليه. لابد أن تحمل الراية الآن فئة جديدة يقع اختبارها وامتحان الرؤى التي تحملها، عسى أن يكون فيها الخير للبلاد. وقد تكون هناك حجة أيضا لاستبعاد بعض قيادات تجربة حزب المؤتمر الوطني حتى بعد مرحلة الانتقال، ربما خلال السنوات الخمس التي تليها، وربما لن يحتاج الناس لقانون أو منع رسمي لذلك، لأن الشعب قد يقوم بالواجب. ولا بد كذلك من آلية لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة خلال العهد الماضي، ولا يعني هذا الإقصاء الواجب بأي حال السماح بدكتاتورية جديدة تمارس التمكين بصورة أخرى وتستبدل طائفة انفردت بالسلطان بأخرى تمارس القمع والانتهاكات والتصفيات وعمليات الانتقام تحت أي مبرر. فنعود إلى حلقة مفرغة من الانتهاكات والجرائم، فلا بد من وضع ضوابط
تحول دون قيام دكتاتورية ثورية على الطريقة اللينينية أو طريقة الإعاقبة في فرنسا. وبحسب الكاتب فإن المشكلة في السودان اليوم ليست هي من يتولى إدارة الفترة الانتقالية، ولكن من يتولى الرقابة على أهل السلطة، فالحاجة هي إلى آليات وضوابط تحول دون تكرار تجارب الانفراد بالسلطة المطلقة وتمنع أي جهة حاكمة من التصرف على هواها. قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن الكيان الصهيوني يعد العدة من أجل عمل آخر مثير في القدس المحتلة ضمن حملة انتخابية مشابهة لتلك الحملة التي عادت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى السلطة بأغلبية ائتلافية صغيرة ولكنها أكثر قومية. وتشير الصحيفة إلى أنه بتشجيع من قرار ترامب الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على القدس، قدم نتنياهو وعوداً في الحملة الانتخابية بضم أجزاء إضافية من الضفة الغربية، واستبعد أي إمكانية لتقديم تنازلات للفلسطينيين بشأن القدس. الصحيفة ترى أنه في ظل النشاطات الانتخابية فإن الشاغل الأكبر الذي ينشأ بالقدس الشرقية هو أن نتنياهو يتمتع بالقوة السياسية الكافية مع وجود ولاية جديدة وإدارة أمريكية متوافقة بشكل متزايد معه، تسمح له بالتصرف مع إفلات أكبر من العقاب فيما يتعلق بالمقدسات الإسلامية والمسيحية للمدينة. وعلى مدى العقدين الماضيين تقول الصحيفة كان هناك تجدد للحركات الدينية الإسرائيلية التي سعت إلى إجبار الحكومة على إضعاف سلطة إدارة الوقف ومحاولة منع وصول الفلسطينيين إلى الحرم القدسي الشريف، إنهم مدفوعون بالادعاء الشديد على نحو متزايد بأن المسجد الأقصى والمواقع الإسلامية الأخرى بالحرم مبنية على أنقاض معبد سليمان، لكن تلك الحركات الدينية اليهودية تخشى أيضاً من أنه إذا استؤنفت المفاوضات بين إسرائيل والقيادة الفلسطينية ونجحت فإنها ستشمل بالضرورة اعتراف تل أبيب بالسيادة الفلسطينية على الحرم الشريف، ونتيجة لذلك ضاعفت مجموعات المستوطنين الإسرائيليين التي تشكل جزءاً أساسياً من قاعدة نتنياهو جهودها لعرقلة التنسيق في المواقع المقدسة. وتوقعت الصحيفة أن يحدث قتال بين الفلسطينيين والإسرائيليين في المستقبل القريب في ظل تغييب واشنطن للقضية الفلسطينية. الصحيفة تلفت إلى أن مسؤولي الأوقاف في مدينة القدس والحكومة الأردنية يدركون جيداً أنهم وحدهم دون أي دعم أمريكي للحد من النزاع، إذ إن غياب الدعم الأمريكي لرؤى الأردن سيشجع نتنياهو على تحقيق أحلامه في ضم القدس كلياً إلى إسرائيل. تمكن باحثون صينيون وأمريكيون من ابتكار جهاز منظم لضربات قلب دون بطارية، إذ يعمل على تزويد نفسه بالطاقة من خلال حركة القلب نفسه. وقالت صحيفة الخليج الإماراتية إن الجهاز يعمل على تخزين الكهرباء في وحدة إدارة الطاقة الموصولة بالمنظم من خلال لاصقة يتم لفها حول القلب وتولد الكهرباء أثناء ضخ الدم. ووفقا للأطباء فإن هذا الابتكار الثوري من شأنه أن يضع نهاية للعمليات الجراحية التي تجرى لاستبدال بطاريات الأجهزة المنتشرة في الأسواق. وقال الدكتور تشونغ لين وانغ من معهد جورجيا للتقنية المشرف على الدراسة إن أجهزة ضبط نبضات القلب وغيرها من الأجهزة الطبية القابلة للزرع تعمل ببطاريات ضخمة وصلبة وقصيرة الأجل، لذلك يعد هذا الابتكار حلاً ممتازاً. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم.
نلقاكم بإذن الله.